وبشأن استمرار هجمات الجيش الإسرائيلي على قواعد النظام السوري واستهداف الميليشيات الإيرانية الموالية له، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد أحمد حمادة. مرحبا بك معنا سيد أحمد. أهلا وسهلا، مساء الخير، أسعد الله مساءكم. إذا قصف للاحتلال الإسرائيلي، وهو قصف جديد على مواقع تتبع للنظام السوري في طرطوس وفي دمشق هذه المرة، بماذا تفسر تزايد هذا الاستهداف لمواقع النظام من الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الأخيرة؟ أولا، هذا الاستهداف يأتي بعد استطلاع جيد للقوات الإسرائيلية التي تثبت بأن إيران لا تزال يعني تقوم بتهريب الأسلحة عبر ناقلات النفط وعبر السفن التي تأتي إلى منطقة طرطوس، بغض النظر عن من الجانب الروسي الذي يسيطر على تلك المنطقة. اليوم هناك 19 هجوم في هذا العام ضد المنشآت الإيرانية ومنشآت للنظام التي يتشارك فيها الإيرانيون الحرس الثوري والميليشيات الإيرانية مع قوات النظام. أما الازدياد هذا العدد، انشغال روسيا في أوكرانيا أتوقع سمح للتمدد الإيراني بشكل أكبر على الأراضي السورية. يعني اليوم إيران تسيطر على مناطق واسعة، هناك مناطق لم نعد يعني كنا نسمع بها دخلتها إيران، اليوم إيران موجودة في طرطوس، موجودة في اللاذقية، في جبال اللاذقية، في البادية السورية، في محيط دمشق، في دير الزور بشكل كامل. هناك منطقة واسعة تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية، تقوم بنشر أسلحتها وصواريخها، وكذلك تقوم بتصنيع المعدات والصواريخ والطائرات المسيرة. لذلك ازدادت الضربات الإسرائيلية نتيجة تمدد القوات الإيرانية والتي تحاول أن تجعل هناك يعني عدة قواعد صلبة وتدخل الأسلحة من أجل تهريبها إلى الميليشيات الإيرانية التابعة للحرس الثوري. طيب سيد أحمد، بعد كل قصف للاحتلال الإسرائيلي على أهداف تتبع للنظام، يقول الاحتلال بالفعل أنها جاءت ردا على تهديد النظام لأمن الاحتلال. ما شكل المخاطر التي يمثلها النظام على الاحتلال الإسرائيلي، علما بأنه لا يطلق على الاحتلال الإسرائيلي أي نيران؟ يعني نظام الأسد والقوات الأسد لا تشكل أي خطرا على إسرائيل أو أمن إسرائيل. هناك اتفاقات مبرمة ما بين الكيان الصهيوني وبين نظام الأسد منذ عام 74، اتفاقية قام بها حافظ الأسد بمساعدة هنري كيسنجر الذي أبرم هذه الاتفاقية وجعل هناك منطقة عازلة ما بين القوات الإسرائيلية والقوات السورية، وكذلك وجود قوات للأمم المتحدة تفصل وتعد الآليات والأفراد، ولا يسمح دخول هذه المنطقة إلا لوحدات الشرطة التابعة لنظام الأسد. كذلك خصص نظام الأسد لواءين مشاة يقوم هذين اللواءين التسعين في الشمال من جبل الشيخ وحتى القطاع الأوسط، ومن القطاع الأوسط إلى وادي اليرموك هناك اللواء 61 يقومون بحراسة القوات الإسرائيلية. وهذا الاتفاق الذي أبرم في 74 يقول بأن على قوات الأسد أو نظام الأسد أن يمنع أي هجمات من البر أو البحر أو الجو ضد إسرائيل. لذلك المستجد الأساسي اليوم هو وجود إيران والميليشيات الإيرانية التي تحاول أن تبني قوات صلبة أو قواعد صلبة في هذه المنطقة، واليوم لا يملك النظام من أمره شيء. هناك قوات احتلال إيرانية كاملة هي التي تدير المشهد العسكري، وهي التي تدعم نعم. الحرس السوري على نعم على ذكر تلك القوات نعم سكنات النظام، على ذكر تلك القوات غالبا ما تكون هناك فعلا وجود لميليشيات إيرانية وأسلحة إيرانية للأهداف التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي في تلك المناطق. نعم هذا صحيح. يعني بالأمس هناك ضربات إسرائيلية في منطقتين، يعني هجوم مزدوج على منطقة القلمون القريب من دمشق، وكذلك على منطقة طرطوس، ومنطقة طرطوس التي ضربت ليست بعيدة عن القاعدة
الروسية في تلك المنطقة. لذلك عندما تقيم القوات الإيرانية مستودعاتها في منطقة قوات النظام، وتحاول قوات النظام وسائط الدفاع الجوي والرادار أن تستخدم قوتها وقوة نيرانها ضد الطائرات والأهداف الإسرائيلية، لذلك نرى بالأمس هناك مقتل عدد من قوات النظام وضباطه في قصفين. القصف الأول على مواقع اللواء 21 التابع للفرقة الثالثة المدرعة في منطقة القطيفة قرية حلي، وكذلك في منطقة جنوب طرطوس في قرية أبو عفصة التي يتواجد فيها مركز رادار ووحدات للدفاع الجوي، مع تدمير مستودعين للأسلحة والصواريخ الإيرانية التي تم تهريبها إلى هذه المنطقة من أجل يعني تهريبها مرة أخرى إلى حزب الله عن طريق لبنان وطرابلس وتلك المنطقة. نعم. طيب سيد أحمد، الحرس الثوري أجرى تجارب على صواريخ إيرانية الصنع شرق دير الزور، ودائما ما يجري تلك التجارب، لماذا يختار الأرض السورية لإجراء تجاربه؟ عندما يتم تهريب الأسلحة ومكوناتها إلى منطقة دير الزور ومنطقة البادية التي تسيطر عليها قوات الحرس الثوري والفاطميون وزينبيون وغير ذلك، يعني المنطقة من مستودعات عياش القريبة من دير الزور وحتى معبر السكك على الحدود العراقية السورية تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية، وأقامت إيران عدة قواعد عسكرية كبيرة وضخمة كقاعدة الإمام علي وقاعدة مطار الحمدان، وهناك نصبت مواقع للدفاع الجوي في غرب في البادية السورية، وقامت في التجارب على الطائرات المسيرة في تلك المنطقة، وأغارت عدة مرات على قاعدة التنف أو ما تسمى 55 كيلومتر، وآخرها اليوم أو الأمس على منطقة العليانية بما يسمى وحدات المقاومة العراقية التي استهدفت قاعدة التنف. إذن إيران عندما تستهدف هذه المرة في البادية السورية هي أرض مفتوحة لها وهي تسيطر عليها، يعني ربما تتخذها مسرحا للتدريب ومسرح للتجارب لأنها هي المتواجدة في هذه المنطقة، ولا ترى حرجا في هذه الأعمال، لأن لا توجد أي دولة فعليا تريد تحجيم دور إيران. حتى إسرائيل تقوم بضرب بعض المستودعات والأهداف، ولكن هذا القصف لا يؤثر على الوجود الإيراني. نعم. الكبير فيما يتعلق بتحجيم الدور، يعني أنت ذكرت نقطة مهمة وهي سؤال التالي في الحقيقة سيد أحمد حمادة، تحجيم الدور يعني إذا كانت إيران، أو هل تعتقد بأن إيران تستغل انشغال روسيا الآن في أوكرانيا وتحاول أن تتوسع أكثر في سوريا، وهل كما تفضلت هل ستتركها الأطراف الأخرى، تركيا على سبيل المثال، الاحتلال الإسرائيلي وغيرها من الأطراف؟ يعني للأسف الشديد الأطراف كلها مشغولة بأمور أو تاركة إيران على هواها. اليوم إيران التي قتلت الشعب السوري وارتكبت الجرائم حتى الآن لا توجد آلية للمحاسبة، يعني عندما يتم الطلب من وحدات أخرى أن تنسحب من سوريا، أما الوحدات التي أتت عابرة للحدود من زينبيون وفاطميون وأبدال وقوات الحشد الشيعي من العراق ومن حزب الله من لبنان، لا نسمع أي صوت للولايات المتحدة أو غيرها. نعم استغلت إيران انشغال روسيا في الحرب الأوكرانية وانسحاب قوات واغنر لمقاتلة الأوكرانيين، وتم ملء الفراغ من قبل الوحدات الإيرانية. لا يوجد أي تنافس كما تدعي بعض الأطراف بين الروس والإيرانيين، بل تكامل هناك، لأن هدف الإيرانيين والروس هو حماية هذا النظام والسيطرة على مقدرات الشعب السوري. الولايات المتحدة حتى الآن لا يوجد لديها أي هدف أو أي استراتيجية للوضع في سوريا. كذلك تركيا اليوم منشغلة في منطقة الحدود، وهدف تركيا حتى الآن ليس مقاتلة الوحدات الإيرانية، رغم يعني العداء بين الطرفين عندما يكون هناك أي أعمال عسكرية. تركيا منشغلة اليوم بمنع قسد والبيكيكي من إقامة أي كيان انفصالي. نعم. على الحدود بين تركيا وسوريا. كذلك تركيا اليوم محاصرة يتم منعها من قيام بأي عملية عسكرية من قبل الروس والولايات المتحدة وإيران، وكذلك دول أوروبية عديدة تقف. نعم. تقف في وجه العملية العسكرية.
التي تنوي تركيا يعني البدء فيها في ضد بيكيكي وأذرعه في سوريا. الخبير العسكري السوري العقيد أحمد حمادة من إسطنبول عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.